النهارده وفي قرار يبدو مفاجئا اتى ليسد الستار فيما يبدو على اشهر ازمه في الفتره الاخيره بين تركيا وامريكا، حيث قررت محكمه علي اغا بمدينه ازمير التركيه الافراج عن القس الامريكي اندرو برانسون اللي اثار احتجازه ثم وضعه قيد الاقامه الجبريه ازمه كبيره بين انقره وواشنطن. وقضت المحكمه بالسجن 3 أعوام وشهر بحق برانسون، لكنها افرجت عنه لانقضاء مده حكمه ولسلوكه خلال المحاكمة. جلسة محاكمة القس الأمريكي اللي احتجز نهاية عام 2016 بتهم لها علاقة بالإرهاب وبالتجسس بعد محاولة الانقلاب الفاشل، شهدت اليوم تطورات متسارعة مع تغيير 4 شهود أقوالهم أو شهاداتهم السابقة ضد برانسون، وقالوا أنه إما أسيء فهمهم أو أن ما ذكروه وسمعوه في وسائل الإعلام وأنهم ليسوا مصدر هذه الإفادات. قضت المحكمة برفع الإقامة الجبرية ومنع السفر عن القس الأمريكي، رغم أنه المدعي العام طالب بسجن برانسون 10 سنين. قرار المحكمة أتى بعد ساعات من تقرير لشبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية قالت فيه، وهي كان نقلا عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب، أن واشنطن وأنقرة توصلوا لاتفاق يفضي إلى الإفراج عن برانسون وأن يعود لمنزله في ولاية نورث كارولينا خلال الأيام المقبلة بعد إفراج الحكومة التركية عنه بعد 2 من السجن. المصادر أوضحت أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي كان يقضي بإسقاط القضاء التركي في جلسة أمس عدد من التهم الموجهة لبرانسون.